وزع عليكم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الموقف الرسمي للحزب، ربما اكتشف بداية الاجتماع بأن يوم الاثنين الاجتماع ديال الدورة سيتم الإعلان عن الموقف الرسمي للحزب. نحن نؤمن باش نرجع للنقطة ديال السي عبد الحق، حنا نؤمن بالتعددية الحزبية بالتعددية السياسية بمختلف محاورها ومختلف تلاوينها. بطبيعة الحال هذه التعددية السياسية والحزبية لازم أنها تفتح المجال لجميع التيارات، لجميع المنظمات والهيئات السياسية من أجل التعبير عن مواقفها سواء داخل قبة البرلمان أو في الساحة السياسية. الاستراتيجية الإعلامية والتواصلية للحزب هي مبنية على عدة مكونات اللي هي جد أساسية. المكون الأساسي الأول هو أنه المؤسسة ديال هذا العمل، وعما قريب سنطلق جريدة حزبية وكذلك تطوير الدعامات اللي موجودة حاليا ومن بينها الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة. ضمن هذا الإطار كذلك هناك واحد النقطة اللي جد مهمة اللي هي عندها علاقة بالتواصل الإعلامي، هي أنه إطلاق أكاديمية للتكوين غتكون منفتحة على الجميع على مختلف المشارب، اللي من بين التكوينات اللي غادي تعمل هي التكوين في المجال ديال التواصل السياسي. النقطة الأخرى المهمة فيما يتعلق بالعملية التواصلية والإعلامية هو أنه الحزب سيتواصل بشكل فعال مع مختلف المنابر الإعلامية من خلال جلسات ستكون دورية قارة من أجل إطعام. ما يمكنش حنا نديروا يدينا أو نتلاقاو مع حزب سياسي اللي لا يؤمن بالمناصفة والمساواة بين الجنسين، اللي يعتبر الأمازيغية لغة ثانوية ولغة تريد التفرقة والفتنة وما إلى ذلك، اللي بغى يجوج البنات ديال 14 العام، اللي بغى إلى آخره. وأنتم تلاحظون دورنا مع الاتحاد الاشتراكي المشاورات متقدمة، غادي نتشاوروا مع أحزاب الأخرى وبغينا نبحثوا على نقاط الالتقاء. أما الأطراف اللي هي عندنا معها تفاوتات واختلافات كبيرة، هذا غادي يطرح لنا مشكل، لأن هاد الأطراف خصها توضح موقفها من العديد من الأمور اللي احنا بالنسبة لنا يعني محورية ومصيرية في توجهنا السياسي والأيديولوجي والثقافي، من قبيل المساواة بين الجنسين، من قبيل الأمازيغية، من قبيل تنزيل الدستور وتحسين المكتسب ثبات الى اخره، من قبيل الدوله الاجتماعيه. فاذا اي طرف سياسي عندنا معاه هذه نقاط الالتقاء ممكن تشاوروا على مستوى الانتخابات. مطروحه عده امور ماشي فقط تقنيه ولكن عندها بعد سياسي. السؤال هو كيف نجعل من الانتخابات المقبله عندها رهانات سياسيه ماشي فقط رهانات انتخابيه او تقنيه؟ كيف يعني تفرز لنا نخب سياسيه متمكنه باش تدبر الامور ديال البلاد وتعمل على احترام مقتضيات الدستور؟ حنا الا وصلنا نطبقوا غير 50% مما ورد في الدستور في هذه المرحله المقبله، راه ما بحالنا حد في هذه المرحله. فاذا نحن مستعدون ومنفتحين على جميع الاحزاب التي تشتغل باجندات وطنيه.